السلام عليكم. عادت قضية اغتيال المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى الواجهة مجددا، وذلك من خلال الاتهامات التي وجهها اليوم الطيب العقيلي عضو المبادرة الوطنية لكشف الحقيقة في اغتيال بلعيد والبراهمي. العقيلي وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة تونس اتهم أعضاء في تنظيم أنصار الشريعة بالوقوف وراء جريمتي الاغتيال، وأضاف أن قادة في حركة النهضة متورطون أيضا، فيما السلطة الأمنية تمتنع عن تسمية هذه الأطراف لارتباطها بحركة النهضة على حد قوله. العقيلي أكد أن تنظيم أنصار الشريعة على ارتباط بجماعة الليبي عبد الحكيم بالحاج. وفي أول رد على تصريحات العقيلي قال سمير ديلو وزير حقوق الإنسان إنه سينظر مع محاميه في الاتهامات التي وجهها إليه العقيلي ولن يتردد في اللجوء إلى القضاء. ومن تونس ينضم إلينا مراسلنا عماد شطارة. إذا عماد، لو تعيد لنا أبرز ما جاء في هذا المؤتمر وفي هذا الكلام للعقيلي حول الاتهامات التي أطلقها، وأيضا ماذا عن ردود الفعل في تونس؟ نعم، شكرا. المؤتمر الصحفي اليوم شهد حضورا لافتا للإعلاميين وأيضا للسياسيين، نظرا لأن الطيب العقيلي أعلن مسبقا بأنه سيكشف في هذا المؤتمر عن حقائق خطيرة بإمكانها أن تكشف بالدليل عن الجهة التي كانت وراء عمليتي الاغتيال، وقال سأتحدث عن أسماء وتلميحات. المطلب الأساسي الذي كان للجبهة الشعبية هو كشف الحقيقة. الآن بعد هذا المؤتمر يبدو وأن نبرة الحوار ستتغير إلى المحاسبة، باعتبار وأن الطيب العقيلي وصله ظرف من مجموعة تسمي نفسها شرفاء وزارة الداخلية. هذا الظرف فيه محاضر أمنية مسربة من وزارة الداخلية تكشف تقصير مدراء الأمن في فترة اغتيال شكري بلعيد وأيضا في فترة اغتيال البراهمي، تقصيرهم في أداء الواجب. هنا هذا التقصير وصفه السيد الطيب العقيلي بأنه لا يمكن أن يصنف في خانة التهاون في أداء الواجب بقدر ما أنه يصنف في خانة التواطؤ في هذه الجريمة، وألمح إلى محاضر أمنية بعينها وبأن المعلومات كانت بحوزة الداخلية ولم تحرك ساكنا ولم تقم بالإجراءات البحثية المطلوبة. وأيضا قال بأن هؤلاء المدراء المسؤولون عن التقصير تمت ترقيتهم فيما بعد، وأن هذا الأمر لا يمكن أن يعتبر من باب الصدفة. بالنسبة للجهة المنفذة للعملية بات واضحا حسب الأدلة بأنها جهة تنظيم أنصار الشريعة الذي له مقاتلون شاركوا في الحرب الليبية وهم على صلة وثيقة بعبد الحكيم بالحاج، لكن يعتبر أن علاقة عبد الحكيم بالحاج بقيادات من حركة النهضة وزياراته المتكررة لتونس، فيها ما كان علنا في مؤتمر حركة النهضة في جويلية 2012 وفيها ما كان سرا للإقامة بمصحة في تونس، والزيارات المتكررة للمسؤولين من حركة النهضة إلى ليبيا لملاقاته، اعتبر أن هذا هذه العلاقة الوطيدة التي تجمع حركة النهضة ب مصنف على كونه من الإرهابيين في غوانتانامو، نعم، وعلى أنه مسلح خطير، علاقة مريبة ولا يمكن إلا أن تكون غطاء لتقديم الدعم اللوجستي لأنصار الشريعة لتنفيذ هذه الجريمة. بالتالي يعتبر أن الحركة النهضة باعتبارها ضارعة في الحكم هي التي ساهمت في الغطاء السياسي لجريمتي الاغتيال، وأن الدعم اللوجستي كان من عبد الحكيم بالحاج. أنا نقول أنه استند في تحليله إلى وثائق من وزارة الداخلية وإلى عمل استقصائي، ولكن ما صرح به كان قراءة لهذه الوثائق أو استخلاصات. نعم. طيب عماد، ماذا عن ردود الفعل سواء في الشارع التونسي أم من قيادات حركة النهضة؟ بمجرد انتهاء المؤتمر الصحفي خرجت حركة تمرد في مسيرة أمام النزل الذي انتظمت به الندوة الصحفية، وأولى التصريحات الهامة لحركة النهضة وردت على لسان السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السيد سمير ديلو، الذي قال بأنه سيتابع هذه التصريحات بكل جدية وقد يصل الأمر إلى مقاضاة السيد الطيب العقيلي على ما صرح به.
عماد شتارة مراسل الميادين كنت معنا عبر الهاتف من تونس، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن امتلاك التقنية النووية وتخصيب اليورانيوم داخل إيران غير قابلين للتفاوض. روحاني وفي تصريح له على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم قال أن سياسة طهران حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي سياسة الأبواب المفتوحة للرقابة على منشآتنا النووية. كذلك كشف روحاني عن رسائل أمريكية تسلمتها إيران تطالب بلقاء يجمع رئيسي البلدين، وصل عددها إلى 5 رسائل. تسلمنا 5 رسائل من أمريكا تطالب بلقاء يجمعني بالرئيس الأمريكي قبل سفري. لم نرد على الرسائل الأمريكية، وأعلمت وزارة الخارجية بأننا سنقوم الأمر عندما أصل إلى نيويورك، وتتابعت الرسائل الأمريكية عند وصولي، لكن اللقاء لم يعقد لعدم تبلور اتفاق على جزئيات الأمور. فجاء اقتراح لقاء مقتدب لدقائق في أروقة مقر الأمم المتحدة، ولم أوافق على الأمر. اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه يريد خداع العالم. نتنياهو وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قال إن إسرائيل ستمنع إيران من امتلاك السلاح النووي حتى لو اضطرت إلى مواجهتها وحدها. إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وفي حال اضطرت إسرائيل للوقوف وحدها فستقوم بذلك، لأنها تعلم أنها ستكون تدافع عن كثيرين. وبالعودة إلى الملف التونسي، ينضم إلينا مجددا عبر الهاتف السيد نزار السنوسي رئيس هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد. أهلا وسهلا بك معنا مجددا سيد نزار، يعني كيف تعلق على هذه الاتهامات التي ساقها اليوم للطيب العقيلي؟ تفضل. والله هي في الحقيقة ليست باتهامات بقدر ما قول وقائع صايرة لا يمكن دحضها، وتأتي في سياق عديد الإخلالات وتراكم الإخلالات هذه اللي إلى حد لم نعد نستطع تكييفه بالتقصير أو بعدم الكفاءة المهنية. لا يمكن وصف ذلك تراكم هذه الإخلالات إلا بوجود تواطؤ ما في أجهزة القيادات العليا لدى وزارة الداخلية. هذا ثبت من الإهمال والتقصير الكبير إثر الإعلام والتبليغ حول وجود من يترصد في قرابة حوالي 100 متر من مسكن الشهيد شكري بلعيد. نعم. هذا موجود أيضا في الوثيقة في الإعلام التي صدر من سيا إلى وزارة الداخلية يفيد بوجود مشروع لاغتيال الإبرام ولم تحرك ساكنا. وهناك وهذا وثيقة من وزارة الداخلية تفيد أنه سي عبد الحميد بالحاجة هذا مصنف إرهابي لدى مصالح وزارة الداخلية، وحذرت من أنه دخل تونس خلسة، وهو دخل خلسة ودخل علنا، وأنه يعتكف في أحد المساحات وأنه ينظم عملية إرهابية في تونس. ثم تأتي هذه العملية الإرهابية وفي الأثناء عبد الحميد الحاج يتجول بكل حرية في تونس، يتم استقباله معناها علنا وسرا من طرف عديد قيادات النهضة. طيب سيد نزار، يعني هذه الإثباتات إذا صح القول التي قدمها اليوم السيد طيب العقيلي، يعني كيف سيتم الاستفادة منها؟ هذه ستكون على ذمة ملف التحقيقات الجارية لدى القضاء، مع العلم أنه من ضمن الدروس التي يمكن استخلاصها اليوم أنه جميع الأعمال الإرهابية التي جدت بتونس مترابطة، عمليات تهريب السماء، عمليات بمدنين وبجنوب تونس وبيب المنيهلة وبتونس العاصمة، عملية الشعاندي الجنود اللي تم اغتيالهم، قضية الشهيد شكري بلعيد والبرام هذه مترابطة. لكن ما رأنا أنه السلطة القائمة حاليا حتى في وزارة العدل تعمل على التعامل مع هذه الملفات متفرقة، هذا من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية تتعامل معها على أساس أن عملية قتل جريمة قتل حق عام، جريمة عادية متاع قتل، لا ليست هناك نية للبحث فيما وراء ذلك، هذه نبحث على الجهة المنفذة، ولا ليست هناك نية للبحث عن من يقف ومن يخطط ومن يمول ومن يدبر هذه العملية. طيب. ماذا يعني كيف يمكن أن يتبلور هذا الموضوع مع الوقت؟ في حال ما ثبتت هذه الاتهامات على خاصة قيادات من حركة النهضة. والله احنا مهمتنا كشف الحقيقة كحقوقيين وكمهتمين بالشأن العام. ويهمنا أنه تونس لا تصير فيها عملية اغتيال جديدة.
وهم انه كل من ساهم من قريب ومن بعيد في ايصال تونس لهذه الوضعيه من الاهتزاز الامني ومن الاختراقات لاجهزه الدوله والتعيينات بالولايات الحزبيه وليس بالولايه للجمهوريه، انهم الناس الكل تتحاسب والحقيقه تقال امام الشعب التونسي كما هي بدون اي رتوش واي تجميل. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه جميع المعلومات هذه نضعها على ذمه القضاء التونسي، ثم ايضا من ضمن مطالبنا الجديده ونظرا لتفاقم الاخلالات التي نكتشفها يوم بعد يوم، انه سنطالب من هنا فصاعدا معنا قوى جميع قوى المجتمع المدني والحكومه، اي حكومه قائمه الذات لاحقا او مجلس تاسيسي ان بقي قائما، انه لابد من تشكيل لجنه تحقيق وطنيه مستقله متكونه من كفاءات تونسيه مشهود بتقليديتها ومشهود بكفاءتها محليا ودوليا، لانه اصبح هناك شبه قناعه انه لا توجد اراده لدى الماسكين بالسلطه من اجل معرفه الحقيقه. السيد نزار أسنوسي رئيس هيئه الدفاع بقضيه شكري بلعيد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. ونعود إلى الكلمات التي كانت قد ألقيت في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي معرض رده على كلام نتنياهو. رد عضو الوفد الإيراني في الأمم المتحدة خداد سيفي على رئيس الحكومة الإسرائيلية وحذر من أن إيران قادرة على الرد على أي هجوم قد تشنه إسرائيل. إن إيران ملتزمة بشكل كامل بمعاهدة منع الانتشار النووي. إسرائيل هي بحاجة للتثقيف في هذا المجال، وهي الوحيدة في الشرق الأوسط غير منضمة إلى المعاهدة. نحن نحذر إسرائيل من أن إيران قادرة على الرد على أي هجوم قد تشنه. من الأفضل لرئيس وزراء إسرائيل ألا يفكر مجرد التفكير في مهاجمة إيران، ناهيك عن التخطيط لذلك. خطاب نتنياهو في المنظمة الدولية كانت له أصداء واسعة في إسرائيل، إذ شغل اهتمام المستويات السياسية والإعلامية على حد سواء. تقرير لمنال إسماعيل. حظي خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأصداء مؤيدة في إسرائيل. أحزاب الائتلاف الحكومي دعمت خطاب نتنياهو إلى جانب أحزاب المعارضة أيضا، باستثناء زعيمة حزب ميرتس زهفا جلاؤون، وإن تفاوت مستوى التأييد هذا. لا يجوز خلق انطباع لدى المجتمع الدولي وكأن القضية الإيرانية هي قضية إسرائيلية بحتة. إن الولايات المتحدة هي التي يتعين عليها قيادة الجهود لتسوية الملف النووي الإيراني. محللون سياسيون رأوا أن الهدف الرئيسي من خطاب نتنياهو هو صد هجوم الكلام المعسول للرئيس الإيراني حسن روحاني. خطاب نتنياهو كان هجوميا من أجل زعزعة مصداقية روحاني، والخطوط الحمراء التي عرضها نتنياهو متطابقة مع الخطوط الحمراء الأمريكية، في حين اعتبر آخرون أن كلام نتنياهو يعكس ضعفا في موقف إسرائيل. خطاب نتنياهو يظهر إلى أي حد إسرائيل اليوم موجودة في وضع معقد ومعزول. وهناك من رأى في خطاب نتنياهو خدمة تقدم لبعض الدول العربية. إذا هجمت إسرائيل إيران فستقدم خدمة للآخرين، هؤلاء الآخرون هم الدول العربية التي تحيط بنا. يمكن القول إن نتنياهو هو الناطق باسمهم بدرجة معينة. هذه الدول هي السعودية، البحرين، وكل الإمارات الخليجية التي ترى التهديد الإيراني. في نهاية الأمر هناك ظهر عربي لخطاب نتنياهو. الصحف الإسرائيلية بدورها لم تغب عن خط الحدث. نتنياهو عاد إلى المعادلة القديمة، اتفاق شامل لتفكيك النووي أو هجوم إسرائيلي، هكذا علقت هآرتس على خطاب نتنياهو. لكن هذه المرة بحسب هآرتس فإن نتنياهو نفسه لا يعتقد بأن هناك من يستمع إليه. صحيفة معارف وصفت خطاب نتنياهو بالرسالة. أما صحيفة إسرائيل هيوم المقربة من نتنياهو فاعتبرت بدورها أن خطاب نتنياهو فجر بالون روحاني. مراقبون رأوا أن الأصداء الإيجابية التي حظي بها الخطاب في الداخل الإسرائيلي لا تعني بأي حال أنه سيلقى آذانا صاغية خارج إسرائيل. وينضم إلينا في الاستوديو مدير قسم الشؤون الإسرائيلية في قناة الميادين الدكتور عباس إسماعيل. أهلا وسهلا بك معنا دكتور في الظهيرة. يعني بداية نتنياهو، أي رسالة أراد أن يوصل اليوم للعالم من خلال خطابه؟
يعني لا شك أن بنيامين نتنياهو حاول من خلال هذا الخطاب أن يقدم إجابة أو مطالعة إسرائيلية على مجموعة من الأسئلة التي كان يمكن أن توجه إلى إسرائيل في ضوء خطابها الأخير الذي يشكك ويعارض كل المسار التقارب ما بين إيران والغرب. أهم هذه الأسئلة مثلا: لماذا إسرائيل تعارض النظام الإيراني؟ لماذا إسرائيل تشكك بالرئيس روحاني؟ لماذا إسرائيل تعتبر الملف النووي الإيراني ملفا مشروعا عسكريا؟ كل هذه الأسئلة. لماذا إسرائيل تخشى من التقارب، من التفاوض، من رفع العقوبات؟ هذه لماذا 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 عدة أسئلة حاول بنيامين نتنياهو أن يقدم عليها إجابات وفق المنطق الإسرائيلي، فقدم نوع من المطالعة أوضح فيها وشرح لماذا إسرائيل تعتبر النظام الإيراني لا يمكن الوثوق به، لماذا الشيخ روحاني يجب أن لا يؤخذ الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بهجوم الابتسامات الساحرة الذي شنه، ولماذا المشروع النووي الإيراني هو مشروعا عسكريا. هو بالمناسبة لم يقدم أي معلومة استخبارية جديدة على الإطلاق، وهذا موضع اتفاق من قبل كل المراقبين. ما فعله هو أنه حشد مجموعة من المعطيات، مجموعة من الوقائع، وأدرجها ضمن سياق ومبنى يؤدي إلى خدمة الهدف والرسالة التي أرادها. فعليا أين الضرر على إسرائيل من هذا التقارب الأمريكي الإيراني؟ هناك عدة يعني مخاطر بالنسبة لإسرائيل من خلال هذا التقارب. إذا أردنا أن نتحدث من وجهة النظر الإسرائيلية، إسرائيل تخشى بالدرجة الأولى أن يكون كل ما حصل هو مجرد مناورة إيرانية الهدف منها تحقيق غايتين. الغاية الأولى هي رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، والغاية الثانية كسب الوقت من أجل التقدم أكثر فأكثر في المشروع النووي الإيراني، وهذا تعتبره إسرائيل تعتبره خطرا عليها وخطرا على مصالحها. إذا ما ذهبنا إلى الداخل الإسرائيلي اليوم، خطاب نتنياهو يعني تضمن مطالب وشروط عديدة إزاء الملف النووي الإيراني، أين يلتقي الإسرائيليون في هذا المجال وأين يفترقون؟ يعني ما لا شك فيه أن الإسرائيليون يتفقون أو يلتقون على المبدأ، بمعنى أن جميع الإسرائيليين يرفضون وأن تتحول إيران إلى قوة نووية عسكرية، ويخشون من ويعتبرون أن إيران تشكل تهديدا في هذه الحالة على إسرائيل، إلى حد أنه يصفونه بالتهديد الوجودي. ولكن الخلاف يتم على آلية مواجهة هذا التهديد، وأيضا سبل المواجهة وصولا إلى التوقيت. ولكن لابد من الإشارة لأن هذا الانقسام في إسرائيل أو الخلاف ما بين حول سبل المعالجة وتوقيت المعالجة، ولا سيما معارضة أن أسرلت هذا التهديد بعد أن كانوا نجحوا في تدويله، بمعنى أن تتصدر إسرائيل لمواجهة هذا التهديد، هذا الانقسام هو عابر للأحزاب وعابر للمؤسسات، بمعنى أننا قد نجد مسؤولين أو وزراء في نفس الحزب يعارضون أو يؤيدون، وكذلك بالنسبة للمؤسسات، خلا سيما في الجيش الإسرائيلي معروف أنه في الفترة السابقة كان هناك انقسام ما بين قادة الجيش الإسرائيلي، بعضهم كان يؤيد بعضهم كان يعارض، وأيضا في داخل مجلس الوزراء كان هناك انقسام حول كيفية أو التعاطي مع الملف الإيراني، وهذا كان يؤدي في بعض الأحيان إلى نوع من الاستفاف حتى داخل المؤسسة العسكرية، وقيل كثير في إسرائيل أنه لعب دورا في اختيار رئيس الأركان أو رئيس الموساد أو مشاكل، وبالتالي هذا الانقسام موجود في إسرائيل ولا يزال موجودا حتى الآن. إذا ما عدنا أيضا إلى التقارب الأمريكي الإيراني، يعني يحكى أيضا أنه التقارب الأمريكي الإيراني أنتج على ناحية أخرى تقارب إسرائيلي خليجي مع دول الخليج، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع. يعني كثر في الأيام الماضية الحديث الإسرائيلي عن التقارب، ما أقله التقارب في جهة الأهداف ما بين إسرائيل وما بين مجموعة من الدول العربية التي تعتبر نفسها متضررة من تعزز النفوذ الإيراني. نعم وصولا إلى يعني وصلت الأمور إلى حد القول في إسرائيل إلى أن نتنياهو إنما يقوم بالدور نيابة عن هذه الدول العربية، وأن الآن هذه الدول العربية ليس لها إلا إسرائيل لكي تقوم بوظيفة إضعاف إسرائيل أو التأثير من نفوذ إسرائيل. ووصولا إلى حديث عن لقاءات ما بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين خليجيين في هذا الموضوع، وهذا يحكى علانية في إسرائيل ولا يوجد شيء يعني يخفى في هذا المجال، وهو يعلن بشكل واضح وجلي في إسرائيل. سؤال أخير دكتور عباس، يعني الجميع انتظر خطاب نتنياهو لمعرفة
هذا الخط الأحمر الجديد، برأيك هذه المرة أين رسموا نتنياهو لهذا الخط؟ ماذا عن دلالاته أيضا؟ وماذا الحل الذي يقترحه كما يقول نتنياهو لمنع إيران من الوصول إليه، أي تحديدا الخط الأحمر، وهل يستطيع فعليا؟ يعني مسؤول استخباري كبير جدا في إسرائيل لم يذكر عن اسمه قال بأن هذا أهم تطور دراماتيكي طرأ على كل مقاربة الإسرائيلية للملف النووي الإيراني، هو الخط الأحمر الجديد، أن يقول نتنياهو أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح، هذا يعني شيئين، هذا يعني إعلان إسرائيلي جلي بالاستعداد لاستخدام القوة العسكرية، ولكن في المقابل هذا يعني تنازل إسرائيلي عن الخط الأحمر السابق الذي كان يتحدث عن القدرة النووية وعن مخزون اليورانيوم المخصب، وتقارب قوي جدا إلى حد المطابق مع الخط الأحمر الأمريكي الذي يقول واللي كرره أوباما أكثر من مرة أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وهذا الخط الأحمر لطالما نتنياهو شخصيا انتقد باراك أوباما على أساسه ودخل في خلاف معه، لا بل أن أيضا كان الخلاف ما بين نتنياهو وبين قادة الأجهزة الأمنية السابقة في الولاية السابقة لا سيما مائير داغان رئيس الموساد حول هذه النقطة بالذات، أو هو أي الخط الأحمر، ومتى ينبغي لإسرائيل أن تلوح بالخيار العسكري ضد إيران، هذا يعكس تنازلا إسرائيليا كبيرا عن الخط الأحمر السابق وتقاربا من الخط الأحمر الأمريكي. الدكتور عباس إسماعيل مدير قسم الشؤون الإسرائيلية في قناة الميادين، شكرا جزيلا لك. أهلا. التفجيرات شبه اليومية في العراق ضربت اليوم كركوك، فقد قتل 4 أشخاص وجرح 10 آخرون في انفجار انتحاري استهدف مبنى محافظة كركوك في منطقتي الحويجة والرياض. وفي كركوك أيضا اعتقلت السلطات 9 مطلوبين وبحوزتهم أحزمة ناسفة معدة للتفجير. إلى الشأن السوري، حيث يبدأ اليوم الخبراء التابعون لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهمتهم في سوريا، وذلك لتفكيك الأسلحة الكيميائية السورية، مهمة أعلن الجانب السوري أنه سيكون متجاوبا معها وسيقدم كل التسهيلات إليها. وفد الخبراء يتألف من 35 عضوا، بينهم 20 خبيرا و15 إداريا، ومهمته ستستمر حتى منتصف العام المقبل. كذلك سيجري الوفد محادثات في دمشق مع مسؤولين سياسيين وعسكريين سوريين لوضع الترتيبات التنفيذية للقيام بجولة على 19 موقعا لتخزين الأسلحة في أنحاء سوريا ولوضع خطة لتدميرها. وفي موقف سوري متجدد من السلاح الكيميائي، أكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن الحكومة السورية ستفي كعادتها بكل التزاماتها الدولية وستلتزم قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الكيميائي. الزعبي وفي مقابلة مع قناة روسيا اليوم قال أن دمشق هي صاحبة الفكرة الأساسية لإطلاق الحوار السوري السوري، مشيرا إلى أن الجماعات المنتمية إلى القاعدة ليست طرفا في الحوار. وفي غضون ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوى العالمية على المسار الصحيح فيما يتعلق بخطة إزالة الأسلحة الكيميائية السورية، مضيفا أن تنسيق خطوات المشاركين في التسوية السورية قد يسمح بتجنب سيناريو استخدام القوى. أما مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين فقد رأى أن قرار نزع الأسلحة الكيميائية السورية يمثل طريقا للوصول إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. تشوركين رأى أن نزع الكيميائي السوري سيساعد على التحرك للاتفاق بشأن عقد مؤتمر جنيف 2. ميدانيا، استهدفت الطائرات السورية منطقة الريمة في جبال ريف دمشق الشمالي المحاذية للبنان، ما أدى إلى مقتل 30 مسلحا بينهم قيادي في جبهة النصرة. من جهتها، قالت مواقع المعارضة أن مواجهات عنيفة اندلعت في مدينة جسر الشغور التي يسيطر عليها الجيش السوري في ريف إدلب، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى. وفي الحسكة، قتل قيادي في لواء القعقاع في المعارك التي جرت ليلة أمس بين مسلحي داعش والنصرة من جهة ووحدات الحماية الكردية من جهة ثانية. وفي درعا، قتل مالك الزعبي الملقب بأبي دجانة وهو أحد أهم قادة جبهة النصرة بحسب تنسيقيات المعارضة. ومن دمشق ينضم إلينا موفدنا حسين نور الدين. إذن حسين، سأبدأ معك من اليوم الأول للخبراء، مهمة الخبراء التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ماذا عن مهمتهم اليوم وبمن سيلتقون؟
علا واقعا وسط تكتم شديد. بدأ فريق خبراء منظمة الأسلحة حظر الأسلحة الكيميائية مهمته في دمشق. هناك تكتم كما علمنا ربما لضرورات أمنية، هذه الضرورات تفرضها تحركات المفتشين من جهة، وأيضا حساسية المواقع التي سيقومون بزيارتها من جهة أخرى. هؤلاء الخبراء قد بدأوا من اليوم تنسيق تحركاتهم بمعنى آخر لوجستيا وتنفيذيا، بدأوا التنسيق مع الحكومة السورية حول هذه التحركات. مهمتهم في هذه الفترة المقبلة ستكون التثبت من اللوائح التي قدمتها الحكومة السورية في 19 من الشهر الماضي حول مخزونها من الأسلحة الكيميائية. هذا الأمر سيكون المهمة الأساسية لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في القادم من الأيام. طيب حسين، ماذا عن التطورات الميدانية في ريف دمشق تحديدا؟ نعم علا، هناك العديد من التطورات الميدانية، أبرزها تتعلق ببعض الاشتباكات التي دارت إلى الشمال من العاصمة دمشق في منطقتي يبرود والنبك. أيضا هناك بعض الاشتباكات التي دارت في حيي القابون وبرزة، وهي من المعلوم أنها مناطق تماس دائمة مع المسلحين. أيضا كان هناك استهداف لبعض تجمعات المسلحين في مخيم اليرموك، وإلى منطقة درعا شهدت تلك المدينة مجموعة من الاشتباكات بين المعارضين والجيش السوري. حسين نور الدين موفد الميادين إلى دمشق، شكرا جزيلا لك. ميدانيا أيضا، تتحدث مصادر عسكرية في الجيش السوري وفي المعارضة المسلحة عن معركة قريبة يتم الاستعداد لها بين الطرفين في جبال القلمون وعلى الحدود اللبنانية السورية. أسباب وخلفيات هذه المعركة مع غدي غنطوس. السلام عليكم. ارتفعت حدة المعارك بين الجيش السوري والمسلحين في عدة نقاط من دمشق وريفها. حي برزة ومنطقة بورسعيد في حي القدم في دمشق وبلدات وأحياء يلدى ببيلة التضامن واليرموك تشهد معارك عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين، ولا سيما في المتحلق الجنوبي من جهة زملكة. مصدر عسكري تحدث عن قيام الطيران السوري باستهداف منطقة الريمة في جبال ريف دمشق الشمالي المحاذي للبنان، ما أدى إلى مقتل 30 مسلحا بينهم قيادي في جبهة النصرة. في المقابل تتحدث مصادر في الجيش السوري عن معركة يتم التحضير لها في جبال القلمون لقطع طريق الإمداد على المسلحين في ريف دمشق الشمالي. فجبال القلمون التي تقع خلف سلسلة جبال لبنان الشرقية وأطراف جرود عرسال اللبنانية تشكل منطقة استراتيجية يتغلغل فيها المسلحون منذ أشهر مزودين بكميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. في هذه المنطقة ينهمك المسلحون بإعداد الكمائن والعبوات الناسفة للتصدي لهجوم مرتقب سينفذه الجيش السوري بمؤازرة حزب الله في الشهر المقبل كحد أقصى بحسب مصادر عسكرية. معبر الجوسي يشكل قلب المعركة المرتقبة والمنفذ الوحيد للمسلحين الذين يخططون لاستعادته. هذا المعبر الذي يقع شمالي عرسال شرقي الهرمل وجنوبي مدينة القصير يخضع في جانبه السوري إلى سيطرة الجيش السوري وحزب الله. نجاح المسلحين في السيطرة على معبر الجوسي سيسمح لهم بإدخال السلاح عبر لبنان. مع اقتراب فصل الشتاء ستصبح حركة تنقل المسلحين في جرود عرسال وجبال القلمون وعند نقطة المصنع صعبة بسبب كثافة الثلوج، فيما بلدة الجوسي ومعبرها تقع في منطقة سهلية تسهل حركة تنقل السلاح ووصوله إلى ريف دمشق والغوطتين الشرقية والغربية حيث يسيطر الجيش السوري. عودة الآن إلى متابعة النشرة. في مصر، دعا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي المصريين جميعا إلى العمل من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وفق خارطة المستقبل التي أجمعت عليها القوى الوطنية. السيسي وفي الذكرى 40 لانتصارات أكتوبر طالب القوات المسلحة بالانتباه لمحاولات تشويه والتضليل التي تستهدف خلط الدين بالسياسة وتحويل الخلاف السياسي على تجربة حكم فشلت في تلبية مطالب الشعب إلى صراع ديني وحرب على الإسلام. عشان خاطر يحمي مصر، نحن جيش وطني شريف لا يخون ولا يتآمر ولا يخدع أبدا ولن يكون، لكنا ولا حنكون ان احنا نحارب ربنا. القوات المسلحة كمؤسسة عسكرية لن تدعم احد ابدا، كل واحد
انت وشعب مصر، لكن الجيش لا. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان دي مسؤولية اخلاقية ووطنية ودينية. فخلي بالكم يا مصريين من ده، من كلامي كويس. انتم اللي بتجيبوا الحكام، وصحيح انتم اللي بتمشوهم برضو، صحيح. إلى ذلك، أصدرت النيابة العامة المصرية اليوم قرارا بضبط وإحضار وزير الإعلام السابق المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين صلاح عبد الله المقصود لتحقيق معه في واقعة الاستيلاء على سيارات بث مباشر مملوكة للتلفزيون الرسمي. وكانت جماعة الإخوان قد أعلنت أنها لن تتراجع عن المطالبة بإنهاء الانقلاب العسكري وعودة محمد مرسي إلى سدة الرئاسة. الأمين العام للجماعة محمود حسين وفي بيان له وصف دعوة مؤسسة الرئاسة لمنشقين عن الجماعة للحوار بأنها مشبوهة وغريبة، ولفت إلى أن محاولات الترويج لخلافات وانقسامات داخل الجماعة هي لعبة مفضوحة وستبوء بالفشل. كذلك رأى البيان أن تزامن دعوة المنشقين عن الإخوان للحوار محاولة من الرئاسة لإقناع أشتون بأنها منفتحة على الحوار. في هذه الأثناء بدأت المفوضية العليا أو المفوضة العليا لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بدأت لقاءاتها في القاهرة، فاجتمعت برئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى وبحثت معه آخر تطورات. أشتون التقت أيضا وزير الخارجية نبيل فهمي وشيخ الأزهر أحمد الطيب على أن تلتقي غدا الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وحزبي النور والمصريين الأحرار. وحول هذه الزيارة ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا محمد سليمان. إذا محمد، لو تعطينا تفاصيل أكثر عن زيارة أشتون إلى القاهرة وماذا تحمل في جعبتها، خاصة فيما يتعلق بخارطة الطريق والمصالحة. نعم، ولا يعني ربما يعني في الواقع هذه زيارة سريعة للسيدة أشتون، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم فقط ثلاث زيارات هي مع وزير الخارجية وشيخ الازهر والسيد عمرو موسى، ولم تستغرق كافه هذه الزيارات 3 ساعات بالضبط بالرغم من المواقع الجغرافيه بين تلك الاماكن، من الواضح انها كلها جلسات سريعه لا تتعدى النصف ساعه، لكن بشكل عام دعيني اؤكد على ان المشكله الاساسيه التي تواجه السيده أشتون هي تمسك الحكومه المصريه باعتراف جماعه الاخوان المسلمين بخريطه الطريق واعترافهم بان 30 يونيو هي ثوره شعبيه ولا رجوع عنها. هذا هو الشرط الاساسي في مفاوضات أشتون في القاهرة. ربما الساعة السادسة والساعة الثامنة ستلتقي حزب النور وحزب الحرية والعدالة وقداسة البابا، ولكن حزب الحرية والعدالة أكد الدكتور عمد الراج أنه لم يطلع على أي بنود من المفاوضات السيدة أشتون أو مما ستتناوله السيدة أشتون، ولكن بشكل عام على ما يبدو أن هناك كما أكدت لنا بعض المصادر اتجاه نحو موافقة بعض قادات الإخوان المسلمين المعتدلين في الوضع الحالي في مصر والأطراف بخريطة الطريق. هذا بشكل عام. السيد وزير الخارجية أكد في لقائه على تمسكهم بجنيف 2 بالنسبة لسوريا وتمسكه أصلا بالمفاوضات الفلسطينية بشكل عام. شيخ الأزهر أكد على دور الأزهر في عملية السلام والمبادرة المطروحة، وأنه أكثر من مرة قدم الأزهر مبادرات وما زال متمسك بتلك المبادرات. نعم محمد، أبعد العام معك يا عم. محمد سليمان مراسل الميادين كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أرجى الرئيس الأمريكي باراك أوباما زيارة مقررة إلى ماليزيا والفلبين بسبب الشلل في ميزانية البلاد. أوباما كان سيزور عدة دول في منطقة جنوب شرق آسيا ابتداء من 11 من الجاري، على أن يشارك أيضا في قمة مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في جزيرة بالي الإندونيسية. وكان الجمهوريون في الكونغرس قد رفضوا تمويل الحكومة الفيدرالية، الأمر الذي أدى إلى إيقاف الدولة الفيدرالية الأمريكية أنشطتها لأول مرة منذ 17 عاما. كرر الرئيس أوباما موقفه من معركة الميزانية التي يواجهه فيها الجمهوريون والمتمثل برفض تام لأي ربط بين تمويل الإدارة الفيدرالية وإلغاء قانون الرعاية الصحية الذي يطالب به الجمهوريون، ورفع الضغط على تيار حزب الشاي الذي يتبنى في هذا الخصوص أكثر المواقف تطرفا. جناح أحد الأحزاب عطل جزءا كبيرا من الحكومة لأن أحد القوانين لا يعجبه، أغلقوا الحكومة من أجل حملة أيديولوجية لرفض رعاية صحية بكلفة
معقولة للأمريكيين إنهم يطالبون بفدية للقيام بواجباتهم. رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر أعرب عن خيبته من رفض الديمقراطيين وهم الأكثرية في مجلس الشيوخ آخر اقتراح أقره مجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة للتفاوض على حل. لن يجلسوا حتى يناقشوا الأمر. بلادنا وحكومتنا تواجه مشاكل كبيرة. الطريقة الوحيدة لحل هذه المشاكل هي الجلوس معا بشكل حبي وإبقاء الشعب الأمريكي ببالنا والتوصل إلى اتفاق. مفاعيل الإغلاق بدأت تظهر في واشنطن وأنحاء أخرى من الولايات المتحدة مع إخفال مرافق عامة تعتبر غير أساسية من منتزهات ومتاحف طالت حتى تمثال الحرية في نيويورك، وعددا كبيرا من المتعاقدين المدنيين في مختلف الوزارات منها وزارة الدفاع. سنضطر إلى تسريح 400,000 متعاقد مدني مؤقتا. من تم اعتباره غير أساسي سيبلغ بذلك وسيعود إلى منزله. ومما يثير الدهشة هو أن قانون الرعاية الصحية الذي يرفضه تيار حزب الشاي دخل حيز التنفيذ ولم يتأثر أبدا بكل الجدال السياسي الذي يدور حوله. هي عملية عض أصابع يعتبر فيها الرئيس أوباما أن ليس من حق تيار حزب الشاي أن يشترط إلغاء قانون أقره الكونغرس وحسمت دستوريته المحكمة العليا ليوافق على تمويل الحكومة الفيدرالية، عملية لا يبدو لها حل في المدى المنظور. إميل بارودي، واشنطن، الميادين. أزمة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ففي خطوة للرد على خطوة مشابهة قامت بها كاراكاس أمس، أعلنت السلطات الأمريكية أنها طردت 3 دبلوماسيين فنزويليين. بيان للخارجية الأمريكية أشار إلى أن ادعاءات كاراكاس بشأن دوافع الطرد لا أساس لها من الصحة. فنزويلا كانت قد أشارت إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين كانوا يخططون للقيام بعمليات تخريب في البلاد. منذ وصول الرئيس الفنزويلي راحل هوغو تشافيز إلى الحكم توترت العلاقة بين واشنطن وكاراكاس وما زالت متوترة بعد رحيله. خلافات وصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية والاتهامات المتبادلة. تقرير مفصل لزهراء الديراني. هوغو تشافيز شوكة علقت في حلق أمريكا ونمت العلاقة معها على حبال التوتر. وصول الرئيس الفنزويلي الراحل إلى الحكم عام 99 أوصل العلاقة بين واشنطن وكاراكاس إلى حدود الصدام والعداء بعدما كانت فنزويلا تنعم برضا أمريكي. 15 عاما حارب فيها الجندي الثائر كما يحلو له وصف نفسه سياسة أمريكا في العالم، وصفها بالشيطان على غرار حليفه الإيراني، وتبنى سياسة مناهضة لها ولإسرائيل، وتحالف مع كل من شاطره عداءها. أمريكا التي أسال لعابها نفط فنزويلا، الدولة الخامسة في إنتاجه عالميا والملكة خمس أكبر احتياطه، ظلت بالرغم من التوتر الذي مس علاقتها بكاراكاس تستورد أكثر من 1.5 مليون برميل من نفطها يوميا. مرارا حاولت أمريكا التخلص من تشافيز لكنها عجزت، فالرجل كان يتمتع بشعبية قل نظيرها. عام 2002 اتهم إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بدعم محاولة انقلاب فاشلة ضده، الأمر الذي زاد الهوة بينهما. عام 2008 قطعت كاراكاس علاقتها الدبلوماسية بواشنطن نصرة لبوليفيا التي اتهمت السفير الأمريكي بتحريض الجماعات المناهضة لحكومتها. عادت العلاقة الدبلوماسية على يد الرئيس باراك أوباما بعد عام من القطيعة، لكن المصافحة التي وصفت بالتاريخية عجزت عن إذابة الجليد بينهما. بعد خسارة تشافيز معركته مع المرض تنفست أمريكا الصعداء. استأنفت الحوار في حزيران يونيو من هذا العام مع خلفه نيكولاس مادورو، لكنه سرعان ما نسف بسبب تصريحات أمريكية أغضبت فنزويلا. أمريكا رفضت مرور طائرته في أجوائها، وقبل أيام اتهم الرئيس الفنزويلي أفرادا داخل حكومة أوباما بالتآمر عليه، اتهامات ربما ستجعل مادورو يتريث قبل قيادة جولة حوار جديدة مع واشنطن.
أهلا بكم. بخلاف كل التقديرات السابقة، رئيس الوزراء السوري وآل الحلقي قوم كلفة الأضرار الناجمة عن الصدام العسكري الدائر في بلاده بنحو 16 مليار و500 مليون دولار بما فيها منشآت القطاعين العام والخاص. وكشف الحلقي أن الحكومة تعد مشروعا لإعادة الإعمار سينفذ بخبرات وقدرات وطنية، مشيرا إلى احتمال الاستعانة ماديا ببعض القروض من دول صديقة. وسيعتمد المشروع على ثلاث أولويات، الأولى طارئة وسريعة، والثانية متوسطة، ومستوى آخر بعيد الأجل ترمم بموجبه كل الأضرار. وزير الزراعة الأوكراني قال إن بلاده صدرت 94 ألف طن من القمح إلى سوريا في الفترة الممتدة بين تموز يوليو إلى أيلول سبتمبر، وتخطط لشحن كمية أخرى قدرها 20 ألف طن من دقيق القمح. قال الوزير الأوكراني إن صادرات بلاده من الحبوب قد تنخفض إلى نحو 2,200,000 طن في تشرين الأول أكتوبر من 2,350,000 طن في أيلول سبتمبر، وهو ما يرجع إلى نقص كميات الذرة المتاحة للتصدير. ليبيا تأمل استئناف تصدير بمستويات ما قبل الأزمة الأخيرة. وزير النفط عبد الباري العروسي قال إن إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفع إلى 700 ألف برميل يوميا، وتوقع أن تستأنف بلاده إنتاج الخام بطاقتها الكاملة خلال أيام. وأدت إضرابات عمالية إلى عرقلة العمل في حقول النفط وموانئ التصدير. وأوضح العروسي أن أسوأ تعطل للإنتاج منذ الإطاحة بالقذافي قد تسبب الشهر الماضي في انخفاض الإنتاج إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا، وأفقد البلاد 5 مليارات دولار. وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي توقع مضاعفة إنتاج بلاده من الغاز إلى مثليه، وذلك في فترة أقصاها 10 سنوات بعد الاكتشافات المهمة للنفط والغاز في حقول ناشطة وأخرى جديدة. قال يوسفي إن اكتشافات جديدة وتحسين معدلات الكفاءة رفع إنتاج الجزائر من النفط بمعدل 1,200,000 برميل يوميا. وكانت الشروط الصارمة لتراخيص قد عرقلت استثمارات كبيرة في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط والغاز. دخل إغلاق الوكالات الفيدرالية الأمريكية حيز التنفيذ إزاء إخفاق الجمهوريين والديمقراطيين في حل خلافاتهم بشأن قانون الرعاية الصحية. ويحذر خبراء اقتصاديون من طول أمد التعطيل الذي أصاب المرافق العامة غير الأساسية لما قد يخلفه من نتائج سلبية على الاقتصاد. إنه أمر خطير جدا ويمثل واحدة من أسوأ حالات الشلل في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن هل هذا التعطيل سيدمر الاقتصاد؟ الجواب هو لا، شرط أن لا نتأخر في إيجاد الحل. أما إذا استمر الوضع شهرا واحدا أو شهرين فسوف يتقلص الناتج المحلي الإجمالي، لأن الإدارات الاتحادية تمثل 21% منه، وأيضا ستضعف الثقة بالنظام الأمريكي الذي لا يتعاطى بحكمة مع المسائل الاقتصادية الحساسة. الدولار يدفع ثمن تعطيل الحكومة الأمريكية، فالمخاوف بشأن أزمة الميزانية أدت إلى تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر مقابل الين، بينما ظل اليورو تحت الضغط من جراء التوقعات بشأن اجتماع البنك المركزي الأوروبي واقتراعا على سحب ثقة من الحكومة الإيطالية. متعاملون توقعوا تشهد أسواق الصرف العالمية تذبذبات طويلة في غياب أي مؤشرات عن نهاية الأزمة السياسية في واشنطن، وإن كان معظم المستثمرين يتوقعون ألا يطول الوضع الحالي. اليونان تخطو الخطوة القضائية الأولى باتجاه محاكمة أعضاء منظمة الفجر الذهبي المعروفة بالنازيين الجدد. تقرير زياد عيتاني. جندت اليونان الدولة المنهكة اقتصاديا إعلامها وقضائها لمواجهة ما يعرف بالنازيين الجدد. منظمة الفجر الذهبي التي اعتقل زعيمها نيكوس ميخالولياكوس و32 من أعضائها بينهم 4 نواب هي بحسب قاضي التحقيق في أثينا منظمة إجرامية، وبهذا الجرم وجه القاضي اليوناني اتهاماته إلى النواب المعتقلين بعد جلسة استمرت أكثر من 14 ساعة أفضت إلى توقيف أحدهم وإطلاق 3 بشروط. المحاكمة جرت على وقع غليان إعلامي كبير، حيث كثرت التساؤلات عن التوقيت المتأخر للتحرك الأمني والقضائي باتجاه منظمة نشطت على مرأى ومسمع من الدولة وأجهزتها منذ عام 1981 ووصلت لتصبح القوة الثالثة بين الأحزاب في البلاد، في حين ذهب مراقبون محليون لمقولة كلام حق يراد به باطل
وذلك بإشارة منهم إلى أن الحكومة التفت على الفشل الاقتصادي بتعويم قضية كان يجب الانتهاء منها قبل ذلك بكثير. السؤال نفسه طرحه جاويد إسلام رئيس الجالية الباكستانية في اليونان، معتبرا أن الاعتقالات كان ينبغي أن تحدث منذ 3 أعوام عندما تصاعدت اعتداءات الفجر الذهبي ضد الأجانب. فصين جديد من النازية ضرب اليونان كما ضرب ألمانيا الموحدة قبلها، يأتي مصحوبا بعواصف اقتصادية أنهكت البلد الأوروبي الأقدم في القارة العجوز، والخطوات القضائية المتأخرة قد لا تشفع له بإغلاق ملف العنصرية الجديدة التي جندت العديد من الأنصار القادرين على توتير المشهد الأمني. السلام عليكم. مانشستر يونايتد مع ديفيد مويس في أياد أمينة، هكذا اخترق أليكس فيرغسون كثرة الحديث عن عودته. أسطورة مدربي العالم وفي موقف نادر منذ تنحيه، نفى بشدة إمكانية عودته لقيادة دفة الشياطين الحمر. السير الاسكتلندي وفي حديث تلفزيوني أمريكي جدد ثقته بخليفته مويس وأكد أن مواطنه سينجح في مهمته. بيل مصاب ويحتاج إلى راحة. أغلى لاعب في العالم سيغيب الليلة عن مباراة ناديه ريال مدريد مع كوبنهاجن الدنماركي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. النادي الملكي قال إن جناحه الويلزي خضع صباح اليوم لفحوص أثبتت إصابته بشد عضلي في الفخذ اليسرى. فترة غياب بيل لم تحدد بانتظار تعافيه بالكامل. قبل أقل من سنة على استضافتها المونديال، استعادت البرازيل ذكريات ألقابها 5 في كأس العالم في معرض ريو دي جانيرو. فرصة للمقارنة بين تجهيزات الماضي والحاضر ومدى تطورها منذ 50ات القرن الماضي وصولا إلى أيامنا هذه. حفل الافتتاح رعاه صاحب فكرة تنظيم هذا المعرض المدافع الدولي السابق كارلوس ألبرتو توريس. قائد منتخب السيليساو الفائز بمونديال 70 تحدث بحضور نجوم كبار عرفتهم البرازيل مثال جيرزينيو وبيبيتو وكافو. منتخب الكويت بدأ بتكثيف استعداداته لمواجهة نظيره اللبناني في تصفيات كأس آسيا. الجهاز الفني بقيادة البرازيلي جيرفان فييرا دعا اللاعبين المحترفين إلى اللحاق بالبعثة في المعسكر الأردني، واستدعى فييرا الرباعي المحترف حسين فاضل ويوسف ناصر وخالد الرشيدي لاعب نوتنغهام فورست وعبد العزيز المشعان لاعب بيرام تشيكي. وينتظر مدرب العراق السابق تقريرا طبيا عن اللاعبين المصابين للوقوف على حالاتهم قبل إعلان التشكيلة. إلى أخبار كرة السلة، بطل الدوري الأمريكي للمحترفين ميامي هيت يواصل استعداداته للموسم الجديد في جزر الباهاماس. روح التفاؤل لدى أسطورة ليبرون جيمس بدت ظاهرة على وجوه جميع اللاعبين خلال المعسكر التدريبي. ملك نجوم الـ NBA أكد أنه سيكون أفضل من الموسم الماضي، مع العلم أن فريقه حصد اللقب للعام الثاني على التوالي. ميامي سيواجه شيكاغو بولز في 9 أكتوبر الحالي مع انطلاقة الموسم الجديد. سيتخلى عن مضربه بعد مباراة استعراضية مع الإسباني رافائيل نادال في 22 نوفمبر المقبل في عاصمة بلاده بيونس آيرس. نجم التنس الأرجنتيني ديفيد نالبانديان المتأثر بالإصابة في كتفه اعتزل اللعب نهائيا بعد تراجعه على لائحة التصنيف العالمي للمحترفين إلى المركز 31 بعد 200. نالبانديان ارتقى إلى المركز 3 عالميا عام 2006 بعدما أحرز بطولة الماسترز قبلها بعام، حينها قلب تأخره مجموعتين أمام السويسري روجيه فيدرير في النهائي وحقق الإنجاز الأبرز في مسيرته الاحترافية.